نوصل لعزيزنا القوس، عم تتوضح الصورة قدامك وبتعيش أسبوع مليان بالمستجدات الإيجابية والمبادرات الكتيرة يلي بتحرك أعمالك بطريقة جيدة، خاصة الأعمال المجمدة، وبتولد بنفسك حيوية كبيرة ورغبات كتيرة بتتحرر فيها من الضغوطات، وبتتسم لك الشمس من برج الأسد الناري الصديق، بتتحدث عن تغيرات مهمة بهالأسبوع الممتاز جدا، بيعطيك القدر الحظ البداية مع وجود القمر ببرج الجدي نهار السبت، يعني ببيت الثاني، بيت المال، بيت الأقساط والديون والتراكمات والاستحقاقات المالية، احتمال انك تظهر بعض المصاريف الإضافية او ربح او فواتير او مكاسب او مدفوعات. كون متيقظ وانتبه فقط انك كيف عم بتوظف هالأموال. يوصل القمر المكتمل لبرج الدلو يومي الأحد والتنين، يعني اكتمال القمر بصب بمصلحتك، بعيد لك النشاط والحيوية 100%، بتكون الأوفر حظا بين الأبراج بهالمرحلة، بتتحرر بتتحرك بسرعة أكبر، شعبيتك بطريقة متزايدة، انتشار حب، أشياء حلوة، لقاءات أحلى، شهرة، أنت الأوفر حظا. الله عليك عزيزي مولود القوس وعلى جمالك وعلى ذكائك. بيوصل القمر لبرج الحوت الثلاثة والأربعة، بتتغير المشهد الفلكي، أيام مزعجة، نوعية وقت هشة، بتخف فيها الحماسة والنشاط، حاول إنك ترتاح وتتجنب المزاجية وما تختلق أجواء سلبية متوترة بالبيت ومع الأهل، انتبه كمان لصحتك وانتبه من طاقة الحوادث، وحاول إنك تتخلص من كل التراكمات وما تنزعها. بينتقل القمر لبرج الحمل يومي الخميس والجمعة، وبتختم الأسبوع بطريقة جيدة، بترجع بتحرك الأمور بطريقة أفضل، بطريقة إيجابية، بتخليك تتخذ قرارات بدون انتظار، ملتزم بالواجبات على أكمل وجه. عاطفيا انتبه، ممكن تدهور العلاقة مع الشريك وتوصل الأمور لحافة الهاوية، بدك تنتبه 100% بسبب عدم التفاهم مع وجود كوكب الزهرة بمنطقة صعبة معرقلة ببرج خصمك يلي بخلي أوضاعك العاطفية والعائلية دقيقة جدا، بتسبب لك مواقف محرجة ونزاعات، ما تدخل حالك بمواقف صعبة، وانتبه انه تجرح مشاعر من تحب. كمان مواجهة كوكب الحب ممكن تسبب نزاعات بحياتك الزوجية والعائلية، وممكن تعيش بعض التناقضات، وممكن تعاني من مرض بخص حدا من الأهل أو الأولاد، تضطر لإلغاء مواعيد أو سفر.